الراديو 90 90 هواها مصر. يلا بينا نروح لكلمني تجدني. يلا بينا كلمني تجدني. طيب احنا معانا تغريد ومعانا نورهان. انا عايز اتاكد تغريد هي اللي بتكلمنا كل مره ولا تغريد تانية؟ يا تغريد. ايوه هي انت تغريد. شوفي والله العظيم قلبي دليلي. يا اخي بيتي. ازيك يا تغريد؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. كل سنه وانت سعيده وجميله. حضرتك طيب؟ ربنا يخليكي. ومعانا على الناحيه التانية كمان نورهان. ازيك يا نورهان؟ ازيك يا يونس؟ الحمد لله تمام. نورهان انت بعتلنا على ايه وكلمناكي؟ فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام ولا؟ على الفيس. على الفيسبوك. اوكي طيب جهزتوا يا معلمين؟ دلوقتي هتختاروا الحرف. اكتبوا الحرف اللي هنلعب على مع تغريد واسف ونورهان عليه. الحرف اكتبوا لنا وهنقول مين اللي اختار الحرف. اكتبوا لنا حالا الحرف بسرعه وهنقول مين اللي اختار الحرف. طيب جهزتوا يا بنات الورق الحاجات؟ ولد بنت جماد حيوان فنان وعمل فني. تمام اوكي طيب انا هريفرش واقول لك مين اللي اختار الحرف حالا قدامي ونبدا على طول. وعايزين امانه. عايزين امانه يعني اللي خلص يعني اللي ان شاء الله دي ما تطمنيش اصلا مع ان المفروض ان شاء الله دي اصدقك. طيب ماشي يا تغيير. ماشي يا تغيير. ماشي يا تغيير. طيب بصي طب خلاص نهودة عسليه المعلمين اختارت حفيه. يلا واحد اتنين تلاتة انطلق. انا توت. ما حدش خلص. طب حيوان الرامبو. في حيوان مش في حيوان اسمه رامبو. ايه الحرف ده؟ خلاص انا لا ده انا مش عايز اغش. مفيش اي مساعدات خارجيه. في ناس بتراقبنا هيشوفوا اي مساعده. بص كان جاي لي مساعدات ورفضتها والله. انا مهنج. انا فاضي. طب ايه العمل الفني طيب؟ لا ايه ده انا ما كتبتش العمل الفني يا حلاوه. ايه حاسه حيوان ال مين حيوان ده حرف ر؟ جيب منين انا حيوان الرز؟ حيوان الرارور. طيب اللي خلص يقول. انا يعني انا لابس في حاجه دلوقتي وانا لسه. طيب احنا قاعدين مع بعض لحد ما نخلص. ها مش عارف ايه العمل الفني. ما حدش بص انا ممكن افتح دلوقتي وبص واطلع. خليكم امناء مع بعضينا. قلنا امانه والله. اهو انا الموبايل اهو. حيوان حيوان وفي تقريبا تقريبا فيها مش اسمه. طيب يعني انا يعني لو ربنا يستر وما يطلعش اللي انا كاتبه غلط. هو مش حيوان اسمه راكون برضه صح؟ طب صح الحمد لله. انا خلصت. انا خلصت. ايه عملت العمل الفني؟ عملته بس ربنا يستر ويطلع صح. اصلا كتبت حاجه كده ما اعرفش عارف هي صح ولا. طب يلا ولد رامي. رامي وانا رامي. كلكم رامي يا حبايبي. اشطبوا. انا رامي. انا كمان بنت راوية. يبقى ادوا نفسكم درجة. تمام جماد رقبة. مين اللي قال رقبة؟ طبعا مش تغريد. تغريد كانت قالت رقبة. لا تغريد قالت رقبة. تغريد قالت رقبة ونورهان قالت ايه؟ رجلي كنبه. طيب اللي قدامي. تمام رف. ماشي كل واحد يدي نفسه درجه. ها الفنان رامي جمال. رامي جمال. انا كمان رامز جلال. انا كتبت رامي جمال. في حد رامي جمال؟ انا كنت كاتبه رامي جمال ورامي عاشور. لا في رامز جلال. لا هو واحد خلاص. يبقى مين كتب غيري رامي جمال عشان يشطب؟ ها هو انا كتبت رامي عاشور ورامي جمال. اختاري. ها خلاص رامي عاشور. خلاص وانا رامي جمال. يبقى كده درجه. ماشي بس بعد كده ما نكتبش حاجتين. حاجه واحده يا جماعه. طيب عمل فني راندفو. لا ما عرفتش. في حد قال ايه؟ اهو في اسم فيلم طلع اهو. راندفو. ده من مين؟ نورهان. هو في اغنيه لعمرو دياب اسمها راجع اعتقد صح كده؟ مش عارف. استني لا ده نص. ايوه في اغنيه هو ينفع اغنيه. هو عمل فني ده سعادتك ما يندرج تحت بند اغنيه ممكن رقصه الفوفا يعني اللي انت عايزاه تلاقيه كله موجود. يلا خلاص يبقى كده. عملت حيوان رامبو. رامبو؟
انت صدقتيني لما انا بقلش على الهواء بقول حيوان الرامبو ده كذبه. الراكون. طيب يبقى عدوا بقى يا بنات الدرجات، يلا كل واحد يعد. انا ثلاثه. أربعة. ثلاثة. مين ثلاثة؟ مين الحلوة اللي جايبة ثلاثة؟ أنا. يلا يا جماعة الأحكام تنزل حالا، تنزل تملى الدنيا. أحكام أحكام أحكام. ها آه يبقى مين ثلاثة؟ نورهان صح؟ أنا. لا غريب. لا 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 يا يونس كده ما ينفعش. ما ينفعش. أنا نورهان أربعة. كده هزعل. يعني مين اللي جاب ثلاثة؟ أنا تغريد. وأنا عشان رومي. يبقى تغريد هي اللي هيتحكم عليها. تمام بالظبط. ايه خليكي معايا بقى يا نوران عشان نشوف الحكم اللي هيجي لتغريد ايه من على المعلمين. الفيسبوك ندخل على الفيسبوك حالا صفحه الراديو 90 90 ونشوف المعلمين حكموا. بالراحه عشان ماما لو صحيت هتبهدل الدنيا. انا مالي بقى، احنا نشوف حكم يا جماعه. قالت لك حكم بالراحه، فيعني ادونا حكم بالراحه من فضلكم عشان تغريد بتزعل وماما نايمه. طيب لا والله مش بزعل، بس هي فاكراني بذاكر، لو طلعت هتقطع لي السماعه. طيب بصي هقول لك، بصي هقول لك حاجه. داليا حلمي ونادر بدر وآلاء محمد او علاء محمد ومين كمان وام كلثوم شخصيا كاتبه لك تغني ليا، كل دول كاتبين تغني، وكمان خلود شعبان. يا لعوي دي بس اسمها يا لهوي بالهاء مش بالعين. عين يا لعوي ازاي انت عندك لدغه في كل الحيوب. يلا 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 يا تغريد. نورهان جاهزه تسمعي الفن بقى على اصوله؟ انا جاهزه. تغني ايه؟ لا انت غني اراك عصية دمع شيمتك الصبر اما للهوى نهي عليك ولا اميو. غني لي عايزين اغنية فيها حرف ريه كتير. ليه بيداري كده؟ حلو جميل. حد يلاقي ده انت يا باشا اهو. شوفي احنا ناس طيبين اهو بنسهل عليك. يلا ابدأي بقى من اول بقالي ليالي بداوي. ماشي مع اني والله كنت بس ماشي هنتحمل امرنا لله. نورهان يعني بص يعني شجعيها اديها زغروطه سقفه كده اي حاجه تسخين كده. لا 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 ممكن اسقف لها. يلا 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 طلعت بره البيت. يلا يا تغيد. ها بقالي ليالي بدري. ايه ده انت بتقولي نشيد الصباح في المدرسه؟ فين الاغنيه؟ ايه انت بتسمعيه؟ لا اديني يلا شويه. طبلي كده يعني. يلا انا هطبل. يلا انا هطبل. قولي وانا هطبل لك. بقالي ليالي بدري حبيبي بدري لا ريح لي بالي ولا داري اللي جراني وانا عميلي في اللي بحبه يا ويلي يا ناري وانا شايف صوته قصاد عيني. وانا مالي يابا اهي. اكمل فن. كمل انت صوتك لما بتغني بيتحول بيتخن كده تحسي فيه وقار كده. يلا ها مع عيوبي اهو. يلا اللي اللي بحبه يا ويلي يا نوري وانا شايفه صوته قصاد عيني يا ما تقول ليلي ونهاري ليه بيداري كده ليه بيداري كده. ليه بيداري كده ليه بيداري كده ليه بيداري كده. الاجابه مش عارف. يلا بينا اللي عايز يشترك زي تغريد ونورهان يبعت لنا حالا. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90. خلينا ناخد شوية أخبار ونرجع تاني نكمل كلمني تجدني. كلية حقوق جامعة القاهرة أعلنت عن نظام البابل شيت اللي طبقته السنة دي على نص عدد المواد في الامتحانات في الفصل الدراسي الأول، أدى لاختفاء حالات الغش بصفة كبيرة جدا تكاد تكون تماما بين الطلبة، ومن بداية الامتحانات لحد دلوقتي ما تمش ضبط أي حالات غش في الامتحانات المعمولة بالنظام الجديد، وتم ضبط 10 حالات بس ضمن امتحانات الأسئلة المقالية اللي ما بينفعش فيها استخدام نظام البابل شيت، وده معناه انخفاض نسبة الغش هناك بنسبة 80% لأن السنة اللي فاتت تم ضبط 50 حالة غش في الأسبوع الأول للامتحانات مقابل 10 بس السنة دي. ساعي بريد في طنطا حكايته. مباحث شرطة البريد تمكنت من ضبط ساعي بريد لجأ لحيلة علشان يفضل قاعد في البيت وما ينزلش الشغل، وهو انه بيروح عادي يستلم الجوابات اللي جاية للناس ويزور توقيع الناس اللي المفروض ان هم يستلموا الجوابات ويروح يرمي الجوابات في اي حتة ويتخلص منها بدل ما يلف على اصحاب الجوابات اللي المفروض جوابات رايحة لهم بيت بيت علشان يسلمهم الجوابات اللي جات لهم. بعد اكتشاف الواقعة تم تحرير محضر وتم ارسال المتهم لمركز شرطة طنطا تمهيدا لعرضه على النيابة في الفترة اللي جاية. طيب نفكركم تاني ان في تحسن للأحوال الجوية هيستمر خميس وجمعة، ومن يوم السبت لا في تقلب تاني في حالة الجو، وتاني امتحانات أبناء المصريين في الخارج هتبدأ يوم
1 ابريل اللي جاي ان شاء الله، وهتستمر لمده 12 يوم. وقلنا خبر كمان عن توفير 100,000 تابلت للطلاب بالتقسيط خلال العام المقبل، والبدايه هتكون في تجاره القاهره. لسه مكملين كلام معلمين على الراديو 90 هواها مصري، ولسه معاكم احمد يونس، ولسه مكملين كلمني تجدني. اللي عايز يشترك معانا في كلمني تجدني بيبعت رساله على 1909 او يدخل على صفحه الراديو 90 على الفيسبوك ويعمل شير ولايك للبوست ويكتب كلمني تجدني، او يدخل على الهاشتاج على تويتر اسمع رعب يونس ويكتب كلمني تجدني كمان، او على انستغرام نفس الموضوع. والمطلوب منك لو بعت فيسبوك تبص على الانبوكس بتاعك كل شويه، لو تويتر شرحه، لو انستغرام ايضا، او لو الاس ام اس بص على رسائل موبايلك، عشان هنختار مجموعه من كل شويه 2 ونلعب زي ما احنا بنلعب مع بعض. طيب بفكركم النهارده عندنا قصه رعب اسمها اجنده الزمن المفقود، ركزوا فيها كويس لان القصه يعني هقدر اقول ان هما قصتين في قصه الحقيقه، فيعني هنعرف التفاصيل وقتها واحنا بنسمع. بكره هيكون معانا الفايزين في الموسم اللي فات من اعرف صاحبك وعلم عليه، واستعدادا لموسم جديد ان شاء الله. الفايز في اعرف صاحبك وعلم عليه بيبقوا 2، كل واحد بيحصل على 1,000 جنيه هديه من هنا من كلام معلمين والراديو 90. وهيبدا معانا في الموسم الجديد فقره فاعرف صاحبك وعلم عليه اسمها انصص معاهم، هتقدر تاخد فلوس زيك زيهم، يعني هتقدر تطلع لك بمصلحة وهم شغالين دون أن ينقص من جايزتهم حاجة، يعني احنا بنفكركم دايما علشان الناس كلها تكسب. خلينا اقول لكم حاجة تانية مهمة، انتظروا اطلالة قنوات دي ام سي اللي بدأت بقناة دي ام سي الرياضية، ولكن خلال ايام قليلة تنطلق دي ام سي اتش دي بمجموعة من كبار النجوم في مختلف المجالات، طبعا ما عدا الرياضة علشان دي ام سي رياضية بالفعل فيها نجومها، لكن دي ام سي اتش دي فيها استاذ رامي رضوان، فيها استاذ امين الحصري، فيها استاذ اسامة كمال، فيها النجمة شيرين شيري ستوديو، وفيها كمان كلام رجاله مكسيم خليل، شريف سلامه، اياد نصار، وفيها كمان الفنان اشرف عبد الباقي، وفيها كمان فنان بيومي فؤاد، فيها مجموعه. ده انا بقول على سبيل المثال وليس الحصر، كل يوم هنعرف تفاصيل اكتر من قناه دي ام سي. نزل قناه دي ام سي العامه على تلفزيونك ترددها 11449 افقي، 11449 افقي، وهينزل لك التردد ده باقه قنوات دي ام سي بالكامل. لسه هناخد كمان معلمين بعد شويه، بعد ما نسمع الاغنيه نشوف المعلمين اللي هيلعبوا معانا. كلمني تجدني والنهارده اتوبيس كومبلي، مره هتكلمونا تلاقونا عايزين هتستغني، مره هتكلمنا اقول لك زيع معايا شويه، مره هتكلمني اقول لك يلا نمثل مشهد من فيلم، مره كل مره في كلمني تجدني هنعمل مصيبه مع بعض. هنبدا من دلوقتي في الفتره اللي جايه كل اللي عايز يشترك في بوسطه. ايه بوسطه؟ بمنتهى البساطه هقول لك بوسطه عباره عن ايه، بنرجع قيمه خطابات زمان، قيمه جوابات زمان، عشان إن انتوا طلبتوها فهنرجع. تقدر تبعت لي بالبريد على اقرب مكتب بريد عندك، وهتروح تكتب جواب، تكتب فيه اللي انت عايزه وانا هقرا الجواب على الهواء، تكتب فيه بقى قصيده، تكتب فيه شغلك من بس مش قصه رعب عشان مش هقراها، يعني تكتب حاجه ننفع نقراها، جواب تحكي لنا عن نفسك، عن بلدك، عن حياتك شويه، يعني بتشاركنا في شويه معلومات عنك، جوابات زي جوابات زمان يعني. هتبعت الجواب على عنوان انا هقوله عشان بس الناس تبقى عارفاه، هو 5 عثمان ابن عفان متفرع من جزيرة العرب المهندسين، 5 عثمان ابن عفان متفرع من جزيرة العرب المهندسين، يصل او يسلم لاحمد يونس. هناخد الجوابات وهنيجي نقراها هنا على الهوا، وحط فيها بقى حاجات اللي بيجمع طوابع بريد بتاع زمان، اللي عنده عملات قديمه، اللي عايز يحط مشابك غسيل ذكريات كلها تنسى الحقيقه. يلا ابداوا من دلوقتي بقى، هاتوا حاجات واكتبوا لنا جوابات، وهنعمل متحف هنجمع الحاجات نحطها فيه ان شاء الله علشان تشوفوا المتحف بتاع الجوابات بتاعتكم، هنقول لكم المتحف فين تروحوا تزوروه. فابداوا من دلوقتي كل اللي عايز الجوابات، وانشروا العنوان من فضلكم اكتبوه في كل الوسائل السوشيال ميديا، علشان عايزين خلال الاسبوع الجاي نبدا بقى نقرا اكبر عدد من الجوابات. لو انت بتسمعنا من بره مصر عادي ابعت برده على نفس العنوان، بس اكتب في الاول جمهوريه مصر العربيه. يلا بينا نسمع حمائي كلمني تجدني. جالنا رسالة الأول، احنا بناخد مكالمة عشوائية من على التليفون الأرضي، هتعرفوا مين طبعا مجرد ما تقول لنا ألو. قولي ألو. ألو. لا لا دي مش بتاعتك. لا 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 مين؟ والله يا يلس لا ده نادينا. أنا بحب ألو بتاعتك، اوعى حد يخليكي تنازلي عن ألو بتاعتك. احنا عندنا هنا سالي عبد السلام ليه الو بتاعتها دي، ما اعرفش قال ده بس يعني الو، فانا عايزين الو بتاع الدنادينه برضو ما يمنعش. الو. ايوه طيب، ومعانا بقى حد بعت لنا هاجر، بعتت معانا هاجر، لا محمد جمال، اسف محمد جمال عواد. محمد بعت لنا على، بعت لنا على ايه يا محمد؟ وكلمناك عشان الدنيا لخبطت عندي على الاس ام اس الرسائل 1909. طيب سلموا على بعض يلا يا اولاد.
خلاص ما تسلموش على بعض. انا اسف ناس تال ضرب. يا محمد، يا محمد مش طايق كده. نادين حتى مش عايز يسلم عليك. يا محمد جرى ايه يا محمد؟ احنا مش قد المقام ولا ايه يا محمد؟ يا محمد والله حرام بجد، انا غلبان غلبان. لا لا وده نادين اغلب والنبي، بس انت ما تعرف. والله طيبه. طيب احنا هنشوف اللي هيختار الحرف وهنقول اسمه. جاهزين بالورق يا دنادينا ومحمد؟ لا انا مش بجهز. طب جهز بسرعه ورقه وقلم على حد ما دنادينا. تعمل ايه بقى؟ انا عارف. اديله اديله بعدين بقى. انا ما بستلمش ورقه يا جماعه. لا لا يلا يا محمد. يلا يا محمد. طب طب خلاص. طب انت هتعملها بدماغك كده ونسالك، انت حر، بس انت كده هتخسر. كده خسران. يلا 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 بينا هنختار الحرف وهنقول مين اللي اختار الحرف. يوسف زهران يا دنادينا ويا حمد اختار حرف شين. ايه شين؟ واللي خلص يقول خلصت. بدأت تزيق. ايه تاني؟ ده انت بتسألي حد جنبك. بسأل دماغي وبعدين. يا محمد يا اللي ما معكش ورقة وقلم خلصت. تمام جاهز. خلصت كله. هيا بينا. استنى بس، الحاجات اللي هي ايه العناصر قولها لي. ايه وايه وايه وايه؟ اول حاجة اسم بنت، اسم ولد. تمام. وايه بسرعة؟ وبنت. وايه؟ وجماد. تمام. لا يبقى انت هتحل المسابقة بقى. يلا بقى قول يا عم. خلاص يا دنادينا، محمد بيقول خلص. عارف لو ما خلصتش هيطلع عينيك، انت حر. ولد يا محمد. يلا. شوقي. شوقي انت بتفكر؟ ماشي شوقي. ايه دنادينا؟ ولد. ايوه. عندك شيماء. ولد 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 يا شيماء. ولد يا دنايا. عندك شادي؟ عندي شادي. خلاص هو اختيار واحد عندي موجود. بنت. ها محمد بنت. شيرين. دنادينا ايه؟ جمال. بنت يا دنادينا، انت في اللي واخد عقلك يا دنادينا؟ بنت ايه يا دنادينا؟ شذا. شذا. انا شيماء. يبقى كل واحد يدي نفسه درجه على دول. جماد. ها جماد يا دنادينا. انت شباك. محمد ادي نفسك درجه. جماد يا دنادينا. شب شب. الله يفتح عليك على المسا. الله يفتح عليك وعلى والديكي. شب شب يا محمد. مركز معنا مش مركز. محمد انت دنادينا بتستظرف عليك، ماليش دعوة. طيب شماعة يا دنادينا، الجماد اللي عندي. اوعى. حلو. شماعة. فنان. فنان يا محمد. ها يا محمد فنان. شريف سلام. شريف سلام. ها فنان يا دنادينا. شاهيناز. شاهيناز. انا شادي شامل. عمل فني. انا اللي هقول. قولي. شمس الزناتي. شمس الزناتي. عروبة. محمد. دنادينا. ايوه بقى. لا مش عارف. ولا انا وانا ما عملتش عمل فني يا محمد. طيب حيوان يا دنادينا. شمبانزي. شمبانزي. شمبانزي يا دنادينا. محمد. ده ما اقولكش انت بس طلعني ولا اطلع الشجر على طول. محمد. نعم. حيوان يطلع ايه؟ لا مفيش برضه. يلا وانا يا محمد معاك. يبقى انا ومحمد ساقطين الحمد لله. ايوه بقى. عايزه تحيه بقى من هنا. استني بس اما نشوف انا ومحمد مجموعنا كام يا ابله. انت فزتي خلاص. محمد اديني مجموعك كام بقى. انا واحد اتنين. انا ثلاثه. ايه ده انا اربعه. طب انت ايه اللي وقع منك؟ احنا مش زي بعض ليه؟ لا على فكره ازاي بقى يبقى انا اربعه معاك. استنى انا ولد وبنت وجماد انت فنان. عملت ايه فنان؟ استنى انت ما عملتش فنان. احنا ما قلناش فنان اصلا. سلامه. لا عملته. طيب والجماد عملت ايه؟ شاكوش وشباك. شاكوش. لا ما هي عامله شباك يبقى انت خد شاكوش. لا انا عامله شبشب. انت سوري اسف عرفت مكانك صحيح. كلمتك اسف. وانا شماعة. طب ما احنا اربعه انا وانت يا محمد. هنعمل ايه بقى؟ خلاص هنقفل السكه في وش دنادينا دي اول حاجه. احنا هنقفل السكه في وش دنادينا دي اولا يعني، وهنصف انا وانت. وجهه نظر برضه. يلا. لا دنادينا هي اللي تختار لنا الحرف. يلا دنادينا اختار لنا وصفي بينا يا ام محمد. حرف الاثنين. اه طب عايزين هديكوا اوبشن. عايزين صعب ولا سهل؟ ابتدوا اختاروا الاول الناس اللي على السوشيال ميديا. الحكم اللي هيتحكم عليا او على محمد. لا اختار يا دنادينا اللي تجودي بيه يا فندم. انا اخويا جنبي فرحان فيا كده ما ينفعش. هاتولي حرف الصاد. صاد او الدال. او الدال. واختاروا انجزي يا حاجه الحرف ايه؟ قلت دنادينا.
الله العظيم ده انا ممكن. طيب دال اخر كلام. دال. طيب. بس يا بابا. انا هقفل عليكي شويه ده نادين هسكت صوتك شويه علشان تخلصي مع نفسك على ما نفكر. ايه ده هو انت ده نادين انت كمان ولا ايه يا محمد؟ ما تصلي على النبي في قلبك كده يا محمد. فنان ده مال اسماعيل ده مال سليمان. دزمه يا اخويا دزمه. طيب استنى انا فاضل لي انا مش ممكن انا شكلها كده هترجع عليك ولا ايه؟ دو دي مش عارف اسم بني ادم. خلاص خلصت انت؟ طيب نطلع ولا لسه؟ يلا بينا. خلصت ولا بتالف؟ ها انا لسه ما خلصتش. على العموم معتمد على الله معتمد على الله. طيب ده نادينا. ايوه انت معانا. يلا اسم راجل ولد بالدال يا محمد. ايه ده ايه ده واحنا نلعب؟ استني خليك يا حاجه انت كني استني شويه. ده نادينا اقضيها اقضيها سماعي شويه. ده نادينا انت لجنه الحكم دلوقتي. ولد انت قلت ايه؟ درويش. وانا ما قلتش اي حاجه ما عرفتش. صفر عندي. يلا يلا بنت قول لها. بنت دينا. انا قلت داليا. لا اختار واحده فيهم. دينا. يلا ماشي. انا قلت دارين. جماد. جمال. ايه عادلك لثلاثه لان انت ما كتبتوش. انت ما كتبتش. ماشي دالو. فنان. فنان مش كاتب. خلاص واضح. دليده. اللي بعده عمل فني. مشرف. لا خلاص خلاص. مشرف. لا خلاص خلاص. مين دعاء مشرف؟ والله هو بسمع انا فعلا مش شايف قوي يعني مشرف. ياخد الدرجه ولا ما ياخدهاش؟ هي لجنه الحكم اللي قدامك ياخدها. ماشي عمل فني. عمل فني. يلا ايه هو اكشن. هو بيفكر على فكره. يا دنادينا وانت حكم غير. طع القرآن. ها ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ لا ما ياخدهاش. طع القرآن. خلاص دنادينا قالت. قال انا دنادينا وهواك كله عند ربنا. خلاص انا بقى العمل فني داري نموشك عني وداري. حيوان. حيوان. ايه الحيوان؟ قول. عد ثلاثة لأن أنت ما كتبتش حاجة. واحد اثنين ثلاثة. وأنا كتبت دب. اشطب مع بعض. يلا كم درجة بقى؟ واحد. كم درجة يا محمد؟ محمد أنت ثلاثة. المفروض إني ثلاثة. ثلاثة وأنا أربعة. الحكم عليك يا حمادة. لا ما ينفعش كده مظبوط. دنادينا تحكم أنت عليا دنادينا ولا تسيب الحكم للمعلمين؟ لا زي بعض وخلي المعلمين بقى. طيب شكرا يا دنادينا. دنادينا الفايزه معانا وقالت عايزه سقفه. نديها سقفه. يلا اهو. شكرا. ناخد الحكم عليك يا محمد. انت معايش صح؟ ماشي انا موجود. بس انا عجبني سرعه بديهتك بجد على فكره. انا اخويا جنبي عايز يسلم عليك. طب بس لما يتحكم عليك يا حبيبي. يا حبيبي اصبر. اخويا انت عارفه هتضربه. بلاش احسن. استنى بس. هاجر بتقول لك قلد فيفي عبده بتقول هي وهي بتتكلم. هو حكم لو ما عرفتش يبقى انت مش هتعرف توصل للبرنامج تاني. انت حر. نعم يا اخويا. براحتك. يلا يلا يا محمد عشان الوقت. ها. والله الله الله ويا اختي اسم الله. هي ما بتغنيش. هي بتقول خمسه موا خمسه هوا نيو خمسه يلا بقى. يا راجل. يلا يلا يا محمد بسرعه. اعمل ايه؟ قلت فيفي. خمسه خمسه موا. والله ما حافظ. ايه تاني؟ شكرا محمد. خلاص كده محمد بره اللعبه ومش هينفع يلعب معانا تاني. نروح ناخد مكالمات كمان. فاضل لنا مشاركين كمان. تعالوا ناخد نروح اغنيه بسرعه بسرعه بسرعه. واللي مش قد الحكم ما يتصلش. خليك كده جريء وكلمنا على تليفوننا 2-18-10-8-6-6 او بعتنا. كلمني تجدني. ومعانا معانا ابراهيم واحمد. معانا احمد مختار. احمد نشوف احمد كان بعت لنا على ايه الاول. يا ابو حميد ازيك؟ احمد عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت بعت لنا على ايه وكلمناك؟ على فيسبوك. على الفيسبوك تمام. ومعانا حد كلمنا على التليفون الارضي. ابراهيم صح كده ولا الاسم؟ الو ابراهيم. ابراهيم ايوه ابراهيم. ازيك يا هيما؟ الحمد لله تمام. عامل ايه كله حلو؟
كله حلو زي الفل. منورين انتوا الاثنين. ويلا يا معلمين ابتدوا اختاروا لهم الحرف اللي ناخد الحرف من على انستجرام المره دي اللي هم هيشتركوا بيه. يلا حالا هنشوف اول ما حاجه هتيجي قدامي دلوقتي الحرف اللي اختاروه، هنقول الاسم اللي اختاروه، مين اختاره، ونلعب مع بعض. خليكم معايا. يلا انستجرام. في حد كان بعت لنا انستجرام وبعت الرقم وكلمناه، الرقم مصطفى، رقمك يا مصطفى يعني مشغول، يعني انت بعت لنا ومشغول على طول، من فضلك مصطفى محمد يعني ما تشغلش التليفون. شوف حد بس كله كاتب كلمني تجدني، مفيش حد كاتب على انستجرام الحرف خالص. اهو يوسف شوقي، جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا الحرف، استنى بس عشان جاهز المزيكا، الحرف هو الميم. يلا ابدأوا. خلصت يا يونس؟ يا نهارك اسود. انا ملحقتش انا رحت في داهيه. طيب ماشي يا معلم، قول يا حماده. احمد مختار وابراهيم. قول يا احمد. ولد مازن. وانا منير. ولد يا مين؟ يا محمد. بنت بسرعه. ميار. ها مريان. ميسة. جماد مرايا. مسطره. مكتب. ماعز. ماعز ايه؟ جماد الماعز ده اول مره اسمع عنه. جماد مرايه. انت قلت مرايه وانت قلت ايه؟ مكتبه، وانا قلت مسطره. مكتبه. طيب فنان. فنان محمد امام. الفنانه منى عبد الغني. محمد رجب. محمد رجب. خلاص انا قفلت عند كده. قول لي بقى يا برنس يا احمد يا مختار، عمل فني بالميم. انا ما لحقتش. في اغنيه لسه مرايتي دي اسمها يا مرايتي. لا يا حبيبي. لا يا بابا. يلا هنقف تاني ونكتب بسرعه. يلا يا ابراهيم الحق اكتب. اوكي. انا خلصت. وانا خلصت. طيب يلا عمل فني يا استاذ احمد يا مختار. لا ما بر انا عمل فني ما بلاش لحمائي. اوكي مربوط بقصتك كايروكي. كايروكي تمام. حيوان قول لنا يا عم. احمد مختار. ماعز. وانا قلت معزه. انا وانت برضه انا قلت معزه. اشطبوا انتوا الثلاثه، كل واحد يدينا مجموعه. معز. انا جمعت. يا راجل. لا اشطب يا برنس. نفس هم عيله، انت خدت منهم، خدت العيله كلها وانا خدت واحده منهم. ما ينفعش. اشطب. احنا ثلاثه شطبنا. انا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ماشي انتوا ايه؟ انا اربعه. ايه ده انا اكتر منكم؟ طب انتوا ايه اللي وقعتوا فيه ازاي؟ حيوان. انا الحيوان. طب ما انا الحيوان، انا برضو مشطوب من عندي. هما ست حاجات، انتوا وقعتوا في ايه تاني؟ العك كده مفيش حاجه. هي مش ولد بنت. عمل فني. انتوا وقعتوا في العمل الفني. ما كتبتوش العمل الفني صح كده؟ لا انا قلت مربوط بقاستك. تاني مربوط بقاستك. يبقى انت خمسه يا ابراهيم. انت عندك. أوكي. ولد وبنت وجماد وفنان وعمل فني كده خمسه. صح ماشي كده. انت خمسة. العمل الفني كتبته ايه يا ابراهيم؟ مربوط بقاستك. والفنان نفسه محمد رجب. محمد رجب. طيب يا احمد يا مختار يا اللي خلصت بدري، انت اللي لبست. يلا هناخد الحكم على احمد مختار يا معلمين. يلا ناخد الحكم من تويتر، الهاشتاج بتاعنا على تويتر هم اللي يحكموا على احمد مختار. الحكم على الهاشتاج بتاعنا اسمع رعب يونس. جاهز يا احمد يا مختار لاي حكم؟ ما تقلقش هنبقى طيبين. يا ابراهيم خليك علشان تشهد الحكم. اوكي يلا بينا. استنوا منشوف مين اللي بيحكم، مين اللي بيحكم، مين اللي بيحكم. عايزين احكام كده تخلي احمد يكره نفسه ولا ايه يا ابو حميد؟ لا بلاش دي حاجه سهله كده. طيب انت يعني التقليد دايس فيه ولا بلاش تقليد؟ لا بلاش تقليد. بلاش تقليد. هلا كاتبه عايزاه يعيط ليه البؤس. طب بص خلاص، ابن البروفيسور طلب قال لك غني لي بتناديني تاني ليه. يلا بقى الاغنيه دي جامده جدا، انا مش فاهم من اول كلمه بس تمام. يلا 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 يلا, يلا يا عم. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ ايوه بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ لا لسه ما انت خاله. يلا ده انا كنت لسه اسخن بالطبله. خلاص حبيتي غيري. سقف يا ابراهيم. خلاص ايوه سقف. حبيتي غيري. ايوه روحي للي حبتي. يلا يلا روحي للي حبتي.
بس كده اصل مش عارف باقي الاغنيه الحقيقه فمش عارف اقول لك كمل. لا بس تمام تمام. لا تحيه الاول حد ينفذ الحكم. تمام تمام نورتونا يا رجاله. ابراهيم واحمد مختار هم يعتبروا حتى الان ملوك كلمني تجدني لحلقه النهارده. ممكن نلحق ناخد مشتركين كمان. نسمع اغنيه ونرجع على طول. يلا ابعتوا لنا على خلاص كفايه تسقيف بقى انتوا ما تزهقوش. بدل ما اقفل التسقيف قفلت المايك. كلمونا على تليفوننا 2-18-10-866 واكتب لنا على الاس ام اس كلمني تجدني او على انستغرام كلمني تجدني اللي هو راديو 9090 او على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك. لازم تعمل شير ولايك للبوست وتكتب كلمني تجدني. دراسة بتقول لك ما نأكله أيام الأعياد يحتاج 6 شهور على الأقل للتخلص من الأضرار. العيد جاي خلال عيد الميلاد جاي خلال أيام فخلوا بالكوا عشان الدراسة دي مهمة. علماء أمريكان توصلوا لنتيجة مهمة جدا بتقول الأكل اللي بناكله في أي فترات أعياد ومناسبات اللي فيها الأكل بيكون دسم جدا ومليان سكريات وخلافه يعني بيحتاج على الأقل 6 شهور للتخلص من الوزن الزايد اللي بيسببه الأكل ده. يعني أكلة في عيد تلبسك في حيطة 6 شهور. الدراسة اتعملت على أكتر من 3000 شخص من عدد من الدول المختلفة ولقوا إن وزنهم بيزيد جدا في فترة الأعياد وبياخد حوالي 6 شهور في المتوسط للتخلص من الوزن الزايد اللي اكتسبوه في الأعياد. ده عندهم في بلاد بره. امال احنا بقى احنا في المناسبات الجميله بتاعتنا بنعمل ايه؟ لا الوطن العربي تحديدا عموما مش مصر بس، احنا فعلا كل مناسباتنا مرتبطه بالاكل. عندنا خروجه اكل، عندنا مش عارف هنروح نعمل ايه، طب في قريب منه مطعم، طب في كافيه مش عارف ايه، طب هنروح مش عارف. لازم نربط الخروجه بمكان اكلها على طول. الناس اللي عندها مشكلة الشخير بقى والصوت وهي نايمة والحاجات دي بيقولك في حل، حاجة لطيفة جدا. سيبك بقى من جو الإعلانات وجهاز التخلص من الصوت أثناء النوم والحاجات ده اللي بيعملوه ده بقى. بيقولك تم الكشف عن سرير ذكي بيتحرك تلقائيا لضبط جسم الشخص اللي نايم عليه لما يبدأ في نوبة من الأصوات اللي ملهاش لازمة الحقيقة من الأنف كده وهو نايم. السرير ده ممكن يتحرك بزوايا كتير متغيرة، يفضل يرج في ساعتك ويحركك يمين وشمال زي هز يمين وشمال كده لحد ما سيادتك ايه الشخير يتوقف. وكمان بيقدر يتابع عادات النوم لمستخدميه علشان يصحيهم في الوقت المناسب، وبيكشف عن اي مشكلات صحيه بيتعرض لها الشخص اللي نايم عليه. ده غير كمان ان في ميزه انه بيدفئ القدمين اول ما تنام عليه. كويس كويس. طبعا مفيش بيت في مصر ما فيهوش حد بيطلق السيمفوني اللي هو طبعا انا عايز جهازي لموضوع المشي اثناء النوم. انا بتكلم وانا نايم يا جماعه، ده اعتراف ممكن ما قلتوش قبل كده. انا بتكلم وبقفلم وبعمل حوارات، واكتشفت ان هما في البيت عندي اخواتي بيعملوا ايه بقى، بيخلوني نايم وبتكلم ويقوموا متجمعين ويجوا ايه طب قول كمل، فانا بقى ابتدي فوق فهم يكملوا ويعيشوني الحاله ويفضلوا يتريقوا عليا. والله العظيم ليلتكم مش هتعدي لو تجمعوا تاني. سمير سعيد من يومي نرجع كلمني تجدني واخر مشاركه. وابداوا من دلوقتي يا معلمين اكتبوا لنا الحرف. هناخد معانا هاجر من الناس اللي بعتوا لنا وكلمناهم، ومعانا طارق رخم من المعلمين من الناس اللي طلبونا على التليفون الارضي. نسلم على او العكس. ازيكم يا هاجر ويا طارق؟ وحشتني. استني يا هاجر عشان طارق لازم يغني. او غني معاك. على فكره احمد انا صوتي متدمر جدا 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 وببص البرد مبهدلني. يعني ما هو الفنانين دايما كده. طارق عارفه مشكله طارق يا هاجر ايه؟ مشكله طارق انه صدق، قال لك انا مشكله صوتي مش عارف. طبعا صوته عالمي. وهو هيتعمد يحل الاجابات غلط علشان يقولوا له غني علشان يطلع بقى الكلاكيه. انا فاهمك. ايوه منورين يا معلمين، منورين يا معلمين بقى، يعني ظبطونا بقى كده في الاحكام. طيب منوره يا هاجر. منوره يا هاجر. بنورك يا احمد. يلا لا ده طارق. احمد مين؟ احمد. طيب يلا بينا ناخد الحرف نشوف المعلمين اختاروا حرف ايه. ناخد عشوائيا كده حرف اللي المعلمين اختاروه. طيب ندى نبوي اختارت. يلا جاهزين بالورق يا شباب؟ اه تمام. يلا بينا حرف الكاف، واللي خلص يقول بسرعه. خلصت. احيلاوي. انت اسكندرانيه وانا ما اعرفش. لا خلصت. انا خلصت. خلصت. طيب تمام. يلا يا طارق. ولد. ريم. ريم. كريم. كريم. كريم ما تلبسنيش معايا. لا انا قلت لا احنا هربت رسمي. طيب كمال. هيا هاجر. كامل. كامل. يلا درجة كل واحد. بنت. كريمة. حلاوة. كريمة. انتوا بيجرالكوا ايه يا رجالة مؤخرا؟ يلا بنت. بنت يا هاجر.
كاميليا. وانا كامله. جماد كنبه. كرسي. حلو، كنبه وكرسي. هاجر انت ايه؟ كنبه. انت كنبه، اشطبي يا كنبه معايا نفس الكنبه. فنان كريم عبد العزيز. هاجر كمال الشناوي. او كمال الشناوي، كمال الشناوي وانا كمال ابو ريا. تمام، كل واحد درجه. عمل فني طارق. مش عارف حلاوتك. هاجر كلبي دليلي. كلبي دليلي. وانا كمان يا ولد اللذيذه كمان نانا. ما تقرش. حيوان ما فيش غيره. كلب. 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 يلا اشطبوا احنا الثلاثه، كل واحد يقول لي مجموعه كام. ها انا اللي اتحكم عليا. 2 3 4. وانا 4. وطارق انت كده يا طارق تعتبر 3 صح كده؟ لا 3 ايه يا باشا، انتوا 5، انتوا 5، انا سالنا 4. لا ما احنا شطبنا. انا شطبت كنبه انا وهاجر يا حبيبي. طيب ماشي، يبقى احنا 4 وانت 3. ماشي يا جماعه، احكموا على طارق. يلا اي حكم ما فيهوش هنا علشان نريح طارق. منورين يا معلمين. يعني هو طارق عايز حد يقول له غني واحنا مش هنريحك. تعالوا نشوف بقى ريفريش كده. طب يعني انا يعني عشان عندي برد وكده فراغ ظروفي الخاصه، فاديني حكم حلو يا عم. انا مالي يا عم، يا عم انا مالي، يا عم انا مالي، فكرت في المعلمين. طيب تمام. هنشوف، تعالوا نريفرش، ناخد مثلا الحكم من الهاشتاج على تويتر. اسمع لا ناخده من الفيسبوك. اختار. طيب حلو، بعد كده اللي هو الفيسبوك. يلا انا شعب فيسبوك، نختار من الفيسبوك. تعالى يا حبيبي، انا احنا في ديك الساعه، احنا في ديك الساعه. يلا تعالى نشوف. يلا نشوف شعب فيسبوك حكم بايه. بسم الله. طيب خلاص، من محمد بتقول لك قلد هيفا وهبي. نعم. نعم الله عليك. قبل ما الرصيد يخلص، يلا يا طروقة. الشركة هتقفل. عشان نقول ان انتوا المكالمة اللي في الصدارة النهاردة. يلا يا هاجر شجعيه. طب هي طب يعني ساعدني. طب هيفا بتقول ايه؟ انا مش عارف حاجة. لما يتحكم عليا انا هبقى اقول. انت بقى مش... لا انت يعني قول لي هي اكتر من غير جمل. من غير اي جمل. انت دلوقتي تخيل ان انت هيفا وبتكلمني في التليفون، فانا هكلمك وانت ترد عليا وانت عايش في هيفا. عايش في هيفا. في هيفا ضحكتها طلعت. الو ازيك يا احمد؟ ازيك يا هيفا، عامله ايه؟ يا لهوي كتير منيحه. اخبارك ايه النهارده؟ انت قلت ايه؟ اخبارك ايه النهارده يا هيفا؟ انت كتير مليحه، لكن النهارده بالذات ايه؟ مليحه منيحه مش مليحه. منيحه منيحه قوي؟ منيحه كتير كتير، واني بجد بحب كلام معلمين على الراديو. هيفا هيفا صوتك تخن، اهدي شويه كده وارجعي تاني لقصتك. كلام معلمين على الراديو 90 90. طيب هيفا ايه جديدك في السنه الجديده بقى؟ احنا 2017 عايزين نعرف. طب بص يا احمد، انا هتلاشى على الحكم مقابل ناخد حكم تاني، ايه رايك؟ خلاص يا حبيبي، الحكم بيتنفذ، المشنقه شغاله، في حد بيسيب حبل يعني المشنقه؟ يعني انا يا عم راضي عن نفسي ان انا اخد حكم تاني. جديدك ايه يا هيفا؟ خلينا نقفل معاك الخط. جديدي حلقه جديده مع كلام معلمين احمد يونس. طيب عايزك تقولي يا هيفا لكل المعلمين بحبكم قوي. بحبكم قوي.